بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها بيرسي تاو واحمد سيد زيزو. بيرسي تاو لاعب حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا الموسم. بيرسي تاو لاعب لعب في الدوري الإنجليزي في برايتون الإنجليزي. بيرسي تاو حصل على دوري أبطال أفريقيا مرتين، هداف دوري أبطال أفريقيا، أكتر لاعب عمل أسيستات عفوا في دوري أبطال أفريقيا أو مساهمات تهديفية. بيرسي تاو في تشكيلة الأفضل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية من خلال مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطيه، موجود في التشكيله المثاليه لكاس الامم الافريقيه. لاعب مؤثر، لاعب اداؤه عالي، لاعب في كل المباريات وفي كل البطولات بيكون له تاثير مع الفريق بتاعه سواء كان في النادي او في المنتخب. ومع هذا ما طلعناش قلنا عليه احسن لاعب في مصر، ما طلعناش قلنا عليه احسن لاعب في الدوري، ما طلعناش زطنا بفكرة أحسن أو جايزة أحسن لاعب في أفريقيا. على الناحية التانية نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك شايفين إن زيزو اللي لم يحقق أي شيء لا على المستوى المحلي لا على المستوى القاري لا على المستوى الدولي ولا على أي مستوى، شايفين إن زيزو أفضل من بيرسي تاو بمراحل. أنا جايب لك اتنين لعيبة بيلعبوا في نفس المكان، زيزو وبيرسي تاو. مش جاي اقارنك مثلا واقول لك كهربا وزيزو، لا انا بقول لك زيزو وبيرسي تاو. بيرسي تاو من الظلم والاجحاف اني اقارن بيرسي تاو مع زيزو، لان بقارن لاعب دولي، لاعب له تاثيره مع منتخب بلاده، لاعب قدر يوصل منتخب بلاده مع مجموعه من اللاعبين المحليين لنصف نهائي كاس الامم الافريقيه وخرج بضربات الجزاء، قدر يكسب فرقته اللي هو النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا بعشر مساهمات تهديفيه كاكثر اللاعبين مساهمات تهديفيه. لعيب ما بيجيبش ضربات جزاء، يعني مش اهدافه من ضربات جزاء، ومع هذا جمهور الاهلي ما عملش بالونه من بيرسي تاو. على النقيض جمهور الزمالك زيزو عاملينه كانه ميسي، تمثال عجوى جديد صنعه جمهور نادي الزمالك. بالمناسبة الزيطة، قلت لكم قبل كده يا جماعة عقلية الزملكاوية واحدة، مرتضى يمشي يجي لبيب، لبيب يمشي يجي حسين، حسين يمشي يجي سليمان، يجي عباس، يجي أي حد، العقلية واحدة، يختلف الأسلوب فقط لكن العقلية واحدة. العقلية واحدة، ايمن زي حازم زي يونس زي تونس زي بقدون، كله شبه بعض، عقلية واحدة قائمة على المظلومية، على المؤامرات، لا اللي بيكسب لانه بياخد رعاية اكتر، الزملكاوية بيتظلموا، الزملكاوية لما بيتعينوا في اي منصب بيبقى الهجوم عليهم. كابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك قال لك ايه بقى؟ قال لك كل اللعيبة المصريين والمحترفين والأفارقة سعوا للانتقال إلى الزمالك بعد تواجد مجلس إدارة جديد. بجد؟ بجد يا أستاذ أحمد؟ ده سمعته فين ولا قريته فين؟ في مجلة باتنين جنيه ما تزوقيني يا ماما ولا إيه؟ يعني على كده علي معلول يتمنى الانتقال لنادي الزمالك؟ جيانج يتمنى الانتقال لنادي الزمالك؟ محمد الشناوي يتمنى الانتقال؟ وسعوا كمان، يعني سعوا وعوا، ها سعوا يعني طلبوا ان هم ينتقلوا لنادي الزمالك. ده على كده الزمالك ده جامد طح، على كده الزمالك ده جامد زحليقه، لا 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 لا، ده احنا نخاف منك يا كابتن احمد يا سليمان والله. فرقه النادي الاهلي يا جماعه كلها عايزه تروح نادي الزمالك، وده ليه؟ لا مش لقوه الزمالك ولا لان الزمالك جامد زحليقه، لا لان الزمالك عنده مجلس اداره جديد قياده كابتن حسين لبيب.
كابتن حسين لبيب اللي اتسأل يا كابتن حسين، الناس كلها بتسأل فلوسكو دي جبتوها منين؟ فلوس اللي انت عمال تبعزق يمين وشمال، صفقات وسداد مديونيات ومستحقات، جت منين؟ عرفونا عشان نتعلم منكم. قال لك مفيش. فرعنا بنحفر لقينا كنز في النادي، اجدادنا الفراعنه سابين لنا كنز في النادي وخدناه وصرفناه. فيها حاجه دي يا لميس؟ ها فيها حاجه؟ فيهاش حاجه. اذا يا جماعه مصادر تمويل نادي الزمالك مش مستشفى الناس للناس، مش رجال اعمال، مش انديه بتروح تشتري لعيبه بتراب الفلوس بتشتريها بملايين الجنيهات ارضاء لنادي الزمالك. لا 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 لا، الزمالك وهو بيحفر على حنفيه ميه، كان بيحفر على ماسوره ميه بترشح، واخد بالك؟ اوب لقوا كنز، كنز علي بابا والاربعين حرامي لقوه في نادي الزمالك. الكابتن حازم امام حزين، كابتن حازم امام قال لك انا حزين حزين على رحيل فيتوريا. الراجل ده كان هيصنع التاريخ مع منتخب مصر، كنا سنصنع التاريخ معا. طب ما انا عندي ليكوا فكره حلوه والله، يعني بما ان روي فيتوريا مشي، ما تاخده في ايدك وروح شوف اي سبوبه في اي حته، يعني اشتغل في الدوري السعودي، ما انت بتحلل في الدوري السعودي، خلي تركي الشيخ يجيب لك سبوبه كده، مصلحه كده، تكه كده، يشتغل مثلا مدير رياضي لنادي في المملكه في دوري روشن، وهات روي فيتوريا صاحبك مدير فني للنادي ده، واشتغلوا مع بعض واعملوا احلى تاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. كابتن حازم يمكن عايز يسمع التاريخ. تاريخ يا كابتن حازم؟ تاريخ يا كابتن حازم؟ ده احنا طلعنا بفضيحه. تاريخ ايه؟ تاريخ هيقول ان مصر لعبت كاس امم افريقيا في اضعف نسخها وما عرفتش تكسبها؟ ده مش ما عرفتش تكسبها بس، ده ما عرفتش تكسب ماتش يتيم. مجموعه كانت الاسهل، صعدنا منها تاني بالعافيه وبدعاء الوالدين والمصريين. لما انت حزين احنا نعمل ايه كمصريين؟ نلطم ولا نجيب لطمه بالكهرباء؟ كابتن ميدو لسه كنت بقول لك كل الزملكاويه عقليه واحده، المظلوميه. مفيش اي ظاهره كونيه بتحصل الا لما يكون ليها سبب. كذلك الامر لدى جمهور نادي الزمالك ولاعبي الزمالك السابقين، مفيش حاجه بتحصل في الكره المصريه الا لما يكون ليها حاجه فيها اضطهاد لنادي الزمالك. ميدو قال ان حازم امام ده بعد 24 ساعه من تصريحات ايمن عبد العزيز او 48 ساعه، قال ان حازم امام بيتعرض لهجوم كبير جدا لانه زملكاوي. برضه هو الداء ماشي في الكل ولا ايه؟ يا جماعه والله العظيم تحس ان هم قاعدين شاربين ميه واحده، جينات يتوارثها الاجيال جيل عقب جيل، جيل بعد جيل، متقدمين متنورين، هم كده. اي واحد زملكاوي لازم بيتعرض للهجوم الكبير، ليه؟ لانه زملكاوي، مش لانه فاشل، لا يا بيه. اوعى خيالك المريض يقول لك ان حازم امام فاشل، لا. انت بتهاجم حازم امام يا ولد، ها؟ عشان انت اهلاوي وحازم امام زملكاوي. قال لك حازم امام تفكيره انضف من التلوث الموجود في الكره المصريه. اللجان الالكترونيه للاخوان، لا بص بقى الموضوع كبر بقى يا جماعه. الموضوع عدى ليفل الاهلي بيهاجم الزمالك او الاهلاوي بيهاجم الزملكاوي، لا الموضوع تعدى وتخطى. قال لك لجان الاخوان الالكترونيه تهاجم حازم امام لانه رجل دوله يا بيه. رجل دوله فين؟ هو ليه يا جماعه كل ما حد يجي يتكلم او يتهاجم يقول لك اصل ده انتوا كده بتنتقدوا الدولة؟ مال الدولة؟ الاخوان جماعة ارهابية، اركنها على جنب. بس ليه كل ما حد يجي ينتقد؟ يعني قبل كده برضو مش عارف كان مين مدير فني، والله العظيم مدير فني كان بتاع منتخب مصر برضو بس شباب او ناشئين حاجة زي كده، قال لك انتوا بتهدوا في البلد. ايه اللي جاب البلد لانتقاد مدرب؟ ايه علاقة البلد بانتقاد مدرب؟ ايه علاقة البلد بانتقاد مسؤول ضيع فلوس البلد على الارض زي حازم امام؟
قال لك لا انتوا شويه لجان الكترونيه للاخوان بتهاجموا حازم امام. انا مش هاجم حازم امام تاني يا جماعه عشان انا مش اخوان وماليش علاقه بالاخوان قسما بالله، والاخوان جماعه ارهابيه دي حاجه محفوظه. قال لك للاسف زملاء سابقين لحازم امام في الملعب يشنون حملات كبيره ضده. فعلا هم غيرانين من حازم امام، لان حازم امام في تاريخه عمل اللي ما يتعملش. حازم امام في تاريخه الاداري عمل اللي ما يتعملش يا جماعه، عشان كده اللعيبه السابقين زعلانين ومتضايقين من الكابتن حازم امام. في شوطه كده في بيراميدز، في شوطه ويبدو ان هم اتعادوا من الزملكاويه، ان هم بينفخوا في الحاجه قوي، يعني هم بينفخوا في نفسهم قوي قوي، واي حد بيجي في سكريبت كده جملتين لازم يطلع يحفظهم ويقولهم ويرددهم. من 3 4 سنين كان السكريبت اطلع قول انا جاي بيراميدز عشان عندنا طموح. السكريبت الجديد ان بيراميدز عنده طموح واصبح من اكبر انديه مصر واكبر انديه افريقيا. المدرب الجديد كرونوسلاف يورتيتش اتيتش، واخد بالك؟ قال لك نادي بيراميدز يتمتع بشخصيه طيبه. طيبه؟ ايه قلب الام ده؟ مش طيبه. وشهره كبيره في مصر. فعلا هم مشهورين. مشهورين قوي. امال ايه؟ مشهورين. عندهم فلوس زي الرز. والله عندهم فلوس زي الرز. وناس طيبين قوي قوي يا خال. هم من ناحيه طيبين طيبين، بيروحوا يجيبوا ابو جنيه ب 500. فهم من ناحيه طيبين طيبين قوي قوي يا عم كرونوسلاف يا توتيتش. قال لك في خارج مصر احد اكبر الانديه في افريقيا. فعلا اي نعم. على اساس ايه؟ اخش اجيب لك الجلاليب؟ اخش اجيب لك الكونفدراليه اللي بقى لهم 3 سنين مش عارفين ياخدوها؟ اخش اجيب لك دوري ابطال افريقيا اللي طالعين فيه حصاله؟ اجيب لك ايه ولا ايه يا كرونوسلاف؟ يا كرونوسلاف جاي تطبل فين؟ جاي تبيع الميه في حاره السقايين يا كرونوسلاف؟ لا يا كرونوسلاف يا اخويا، انا معاك ان بيراميدز ناس طيبين قوي قوي، وبيراميدز ناس مشهورين قوي 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 في مصر، لكن كاحد اكبر الانديه في القاره الافريقيه وسعت منك يا كرونوسلاف يا ابو العربي. ابو العربي وسعت منك. عايز اقول هناك مدافع جديد محترف في الدوري الروسي هو اياد العسقلاني. احفظوا الاسم ده كويس قوي. اسمه يا اخوالنا اياد العسقلاني. اياد العسقلاني بيقترب بقوة من العودة للدوري المصري عن طريق بوابة النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم ليه مارسيل كولر اسم اللاعب، والنادي اللي بيلعب فيه نادي روستوف الروسي، من اجل متابعته واعطاء التقرير النهائي لضم اللاعب اياد العسقلاني. لعيب بيلعب في منتخب مصر اولمبي، لعيب من ضمن اللعيبه اللي كانت مرشحه للانضمام لمنتخب مصر الاول. ناس كتير جدا شافت مستواه، ناس كتير جدا قالت عليه حجازي الجديد ويمكن افضل من احمد حجازي كمان. هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه مع اياد العسقلاني، لكن الولد بتقرير من لجنه السكاوتنج انه هيفيد النادي الاهلي جدا، وبدا مسؤولين من النادي الاهلي جس نبض للاعب، واللاعب ما عندوش مانع انه يعود مره اخرى للكره المصريه، ولكن هذه المره عن طريق النادي الاهلي. هتبقى صفقه من العيار الثقيل للنادي الاهلي باذن الرحمن، ويقدر يسد الفراغ اللي موجود في خط دفاع النادي الاهلي مع غياب متكرر لمحمود متولي. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا.